اطار تاع البلاد، نائب سابق سي محمد بثيم عرفته، فهو كان في تونس، احنا كنا في الداخل تعرفنا في الاستقلال، كان مسؤول شاب بطايون، كان حاكم برومير بطايون لور في القلاوي تاع السلاح الثقيل، وبعدين ترقى في المسؤوليات حتى اصبح جنرال، وخدم البلاد في الاستقلال وفطوره في الاستقلال، ربي يرحمه ويسع عليه، ربي يجعله في جنات النعيم. 50 سنه، اكثر من 50 سنه احنا حضرنا حتى في الطهور تاع ولده كريم، فنقولوا لك نقولوا لهم ربي يصبرهم ان شاء الله العائله كل، هو ربي يرحمه برحمته الواسعه، انسان راجل كان صديق الوالد وصديقي انا وصديق العائله. وماش انا اللي خسرت ولا واحد اخر، بكل قاعدين نخسروا، بس البلاد راهي خسرت حاجه غاليه عليا وغاليه بالكش علينا بكل. انسان اللي عاش اللي عاشني ولادوني مرتوني دار وعاش الاعلام البلاد لي سيتوياسيون 90 سنه واش تزيد له؟ الله يثبتو عند السؤال. 28 دار لانيفرسير تاعو 29 ختم الصباح. حب ربي يقفل 90 سنه باه يروح. فلا قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.